اهلا بيكم، معاكم الدكتور تامر، والنهارده هنتكلم عن اشهر نوع من انواع الانيميا اللي هي انيميا نقص الحديد. لو جينا نتكلم عن اعراض انيميا نقص الحديد، هنلاقي ان العيان بيحس بصداع كتير، بيجيله نهجان كتير لما بيمشي، ممكن يحس بتعب وارهاق باستمرار، مش قادر ياخد نفسه، لونه باهت، ضربات قلبه سريعه، ممكن لما يمشي يحس بالم في رجليه وممكن تشنجات كمان. اما في الحالات المزمنه فممكن يحصل حاجه اسمها كولونيشيا، اللي هو الاظافر تبقى مقعره، ممكن جلوسايتس انجولار ستوماتايتس، ممكن ذبحه صدريه او الم في الصدر في الحالات الشديده، وممكن تساقط الشعر كمان. لو جينا نعرف ايه هي اسباب انيميا نقص الحديد، اول سبب هو سوء التغذيه. ممكن الشخص يكون بياكل اطعمه مش غنيه بالحديد. الحديد موجود اكتر حاجه في اللحوم والاسماك والفراخ، عشان كده الناس النباتيين ممكن نلاقي عندهم انيميا نقص الحديد. بالنسبه للخضروات اللي فيها حديد زي السبانخ مثلا، هي فعلا فيها كميه كبيره من الحديد، لكن ما بيمتصش منها الا نسبه قليله جدا. معظم الخضروات فيها حديد اسمه نون هيم ايرن، وده بيتاثر بالمشروبات والمأكولات الاخرى، ونسبه امتصاصه قليله. اما اللحوم والاسماك والفراخ ففيها حاجه اسمها هيم ايرن، وده ما بيتاثرش باي حاجه تانيه والامتصاص بتاعه سهل. السبب الثاني لأنيميا نقص الحديد هو النزيف، سواء نزيف من أي مكان. ممكن واحد عنده قرحة في المعدة وبينزف باستمرار يحصل له أنيميا نقص حديد. ممكن التهابات شديدة في جدار المعدة، ممكن البواسير، ممكن سرطان القولون، ممكن الستات اللي عندها دورة شهرية جديدة، أو النزف من أي مكان عموما. حتى لو إنسان بينزف من مناخيره كتير ممكن يحصل له أنيميا نقص الحديد. السبب الثالث هي مشكلة في امتصاص الحديد، يعني العيان ما بينزفش وبياكل اكل كويس وفيه حديد لكن ما بيمتصش، زي الناس اللي عندها حاجه اسمها برولونجت اكلورهيدريا، زي الناس اللي بتاخد ادويه للحموضه باستمرار. الادويه دي بتاثر على امتصاص الحديد، زي الناس اللي عامله عمليات في المعده وشايله جزء من الجهاز الهضمي مثلا لاي سبب، فده برضه مش هيعرف يمتص الحديد كويس. زي الناس اللي عندها امراض في الجهاز الهضمي اسمها انفلاماتوري باول ديزيز، اللي هو الالسرتيف كولايتس والكرونز ديزيز، وكمان السيلياك ديزيز. دي بعض الامراض خاصه بالجهاز الهضمي ممكن تسبب انيميا نقص الحديد. السبب الرابع لأنيميا نقص الحديد هو الحمل والرضاعة، لأن في الوقت ده متطلبات الحديد هي اللي بتزيد، فالأم ممكن ما تاكلش كويس ومتطلبات الحديد عندها زادت فيحصل أنيميا نقص الحديد. طيب أنت جاتلك حالة بتشتكي من أعراض الأنيميا وعايز تعرف تشخصها إزاي أنيميا نقص الحديد؟ العيان ده تطلب له صورة دم كاملة، هنلاقي فيه طبعا الهيموجلوبين قليل، يعني فيه أنيميا. تبص على الام سي في الميكروباسكولار فوليوم تلاقيه قليل، الام سي اتش سي تلاقيه قليل، كده احنا بنشك بشكل كبير ان دي أنيميا نقص الحديد. طبعا في اسباب تانية تعمل ام سي في قليل، زي مثلا الثلاسيميا سيدروبلاستيك أنيميا، لكن الأشهر هي أنيميا نقص الحديد. تعمل ايه عشان تتأكد؟ تطلب ايرن بروفايل، تعمل سيرم ايرن تلاقيه قليل، في الريتين تلاقيه قليل، توتال ايرن بايندنج كاباسيتي تلاقيها عاليه. يبقى انت كده شخصت حاله انيميا نقص الحديد. تعمل بعد كده فحوصات عشان تعرف ايه السبب اللي دخل الراجل ده في الانيميا، يعني مثلا لو راجل كبير في السن وبعدين حصل له انيميا مره واحده وانت مش عارف ايه السبب، بقى معاه امساك، بقى معاه اسهال، ممكن تطلب له منظار سفلي عشان انت شاكك مثلا في سرطان القولون، او منظار علوي لو انت شاكك في قرحه في المعده. مثلا الست اللي عندها دوره شهريه كتير تعرضها نسا عشان تشوف حل للموضوع ده، وهكذا. اي سبب تشك فيه اعمل فحوصاته عشان تستبعده. طيب انت خلاص شخصت انيميا نقص الحديد، تعالجها ازاي بقى؟ اولا ان العيان هياخد حديد. طيب هياخد حديد اقراص ولا حقن؟ هياخد اقراص. الحقن دي بنخليها للنهايه وفي حالات معينه، لان الحقن ممكن يحصل منها حساسيه شديده وممكن تحصل منها انافلاكسيس او صدمه تحسسيه ممكن تموت العيان. كمان لو الحقن اتاخدت عن طريق العضل ممكن تسيب علامات بني او علامات سوداء ممكن مدى الحياه، فطبعا ده شكلها مش كويس بالنسبه للسيدات. كمان الاقراص في الغالب بتجيب نتيجه زيها زي الحقن لو الانسان خدها باستمرار بالجرعات المظبوطه بتاعتها. فالحقن بنسيبها لحالات معينه بس، اللي هي لو عيان مش عارف ياخد الاقراص خالص بسبب الاعراض الجانبيه وجربنا معاه كذا نوع، لو عيان خد الاقراص بشكل كافي فتره كافيه ومفيش تحسن عليها، لو الانيميا من البدايه شديده وعامله حاجه زي ذبحه صدريه او مشاكل في القلب بسبب الانيميا، لو العيان ده من الاساس عنده مشكله في الجهاز الهضمي تمنع امتصاص الحديد، يعني مثلا شايل جزء من الامعاء فالاقراص مش هتمتص، لو واحد عنده مرض في الجهاز الهضمي اللي هو الاي بي دي اللي احنا قلنا عليهم دول واللي
ممكن حالتهم تسوء اكتر بالحديد الاقراص. كمان لو مريض بياخد حاجه اسمها اريثروبيوتين اللي هو الهرمون اللي بيخلي البون مارو او النخاع العظمي يطلع كرات دم حمراء، الحالات دي هي اللي بندي فيها الحقن، لكن بخلاف كده بندي اقراص. في الغالب بنحتاج ندي للعيان من 150 ل 200 ملي جرام اليمنتال ايرن، يعني كل نوع من انواع الحديد الاقراص يقول لك مثلا القرص ده تركيزه كذا وبيدي مثلا 60 ملي جرام اليمنتال ايرن، فاحنا بنحسب على اساس ان العيان ياخد في اليوم من 150 ل 200 ملي جرام اليمنتال ايرن. والاقراص زي مثلا الفيروس سلفيت وده الاشهر والارخص وكويس جدا، ممكن نديه من مرتين لثلاث مرات يوميا. في كمان الفيروس جلوكونيت، في الفيروس سيتريت والفيروس فيوميريت، وطبعا الاقراص دي لما العيان ياخدها نقول له ما ياخدش معاها قهوه ولا شاي لان الحاجات دي بتقلل امتصاص الحديد، وممكن نديله معاها فيتامين سي قرص 500 وحده كده لان الفيتامين سي بيزود امتصاص الحديد. كمان الشخص ده لما ياخد الاقراص والانيميا بتاعته تتصلح بفضل الله نخليه يستمر على هذه الاقراص شهرين او ثلاثه بعد تصليح الانيميا عشان نبني المخزون بتاع الحديد في الجسم. اما بالنسبه للحقن زي الايرن ساكروز والايرن ديكستران والايرن جلوكونيت وزي الفيروس كاربوكسي مالتوز. تاني حاجة في علاج انيميا نقص الحديد هو اعطاء الدم، انا ممكن احتاج ادي المريض ده دم في الحالات الشديدة، طبعا لو واحد عنده ذبحة صدرية بسبب الانيميا ممكن اديله دم، لو مريض تاني هيعمل عمليات فورا فمش لسه هدي اقراص او حقن هديله دم مباشرة، فالدم بنخليه للحالات الشديدة او لو داخل عمليات بشكل عاجل. تالت حاجة علاج السبب طبعا، يعني انا لازم ادي حديد عشان اعالج الانيميا، لكن لو ما عالجتش السبب الانيميا هتستمر، يعني لو واحد عنده قرحة في المعدة وبتنزف لازم أعالج القرحة، لو ست عندها دورة شهرية جديدة لازم أعالج هذا الموضوع، لو واحد بينزف من أي مكان لازم أعالج هذه المشكلة، لو شخص عنده سوء تغذية ومش بياخد الحديد كويس نخليه ياكل مأكولات كويسة وفيها حديد، خصوصا اللحوم والأسماك والفراخ. وفي النهاية أحب أشكركم، اشتركوا في القناة واعمل لايك وشير، شكرا لكم.